عجينة البيتزا النهاردة هتبقى قائمة على كوباية عدس أصفر مغسول ومنقوع وكوباية مية، بس كده. بقية المكونات دي كلها اختياري. تعالوا نشوفها هي عبارة عن ايه. معانا صلصة بيتزا، معانا كمان توم باودر، ريحان باودر، زعتر باودر، اوريجانو، ورشة ملح وفلفل. اللي انا قلته ده هو الصف ده، دي عجينة البيتزا. طب انا بحط كل ده ليه؟ عشان لو طعم العدس باين شوية كل البهارات دي هتغطي على طعمه، ودي صلصة البيتزا اللي هتتحط فوقيه. طيب توبينجز بقى او الحاجات اللي هتتحط فوقيه فوق البيتزا براحتكم. عايز تعمليها بيتزا مارجريتا وتحط لها بس جبنه موتزاريلا على الوش تقدري، عايز تحطي كل الاضافات اللي انا حطاها دي برضو تقدري. تعالوا نشوف انا جايبه ايه. معايا شرايح بصل، معايا كمان خرشوف. بصوا الخرشوف اللي بيتقطع رفيع ده على فكره معروف جدا في البيتزا الايطالي. معايا كمان فلفل اخضر، زيتون الوان، معايا اسود واخضر، معايا موتزاريلا وريحان مجفف وزعتر طازه ومجفف. معايا بقى كمان شويه اوراق ريحان كده لان البيتزا ما تحلاش من غير شويه ريحان فريش على الوش. طيب هنعمل ايه؟ بصوا بقى نحط ايه. تعالوا نحط الميه دي كلها، هو ده كوبايه على كوبايه. خلاص احنا هنزود دلوقتي معايا عدس تاني عشان اعمل لكم بيتزايه كبيره كده وحلوه. انا حاطه كوبايتين عدس وكوبايه ونص ميه، هبتدي انزل بيه البهارات بتاعتي. وناخد الملح والفلفل تاني. انا كده هنا حاطه ايه في الخلاط ده؟ كوبايتين عدس منقوع وكوبايه ونص ميه، وهوريكم القوام. اللي عايز يوصل للكوبايتين ميه يقدر، بس انا عايزه اوريكم القوام كده وانتوا تحددوا عايزين تعملوه ازاي. بصوا بقى تقدروا تشتغلوا بالقوام او بالخليط من اول ما يبقى في القوام ده، شايفين ده؟ اهي عامل معاكم واحده رفيعه بحيث ايه نطلع في الاخر يبقى معانا واحده رفيعه وواحده تخينه. تعالوا بقى ناخد دي ونحطها في الفرن. طيب تعالوا بقى معايا واحده جاهزه، عايزه اوريكم ايه سمكها قد ايه. بصوا اهو عشان الناس اللي بتحب البيتزا التخينه. طيب مين هياكل بيتزا التخينه ويعمل السمك ده ومين اللي هياكل الرفيعه؟ هاكل الرفيعه لو انا بحاول اعمل دايت. ليه؟ لان انا عايزه اخد عجين اقل مهما كان ده فيه برضو نسبه نشويات، هو مشبع بس فيه نسبه نشويات. طيب انا بحب صلصه البيتزا تبقى كثيره كده. طيب هنحط مكونات ايه على دي؟ اول حاجه هحطها واهم حاجه هي الجبنه. انا هحط الجبنه بتاعتي على مرحلتين، هعمل اول طبقه كده خفيفه وبعدين هحط التوبينجز اللي عايزاها. انا هنا هحط ايه؟ انا بحب قوي الخرشوف تقطع رفيع كده، شايفين التقطيعه دي بتاعت الخرشوف بتخلي طعمه ظريف جدا في البيتزا. مش في كل حتة ومش في أي حتة على فكرة تلاقوا حد أو ريستورانت أو كده بيقدم البيتزا بالخرشوف دي، مع أن طعمها لذيذ جدا جدا. أنا بقى بحب أكلها مع شوية زيتون حلو. خلصنا كده الزيتون، ناخد بقى طبعا إيه حبيب الملايين على البيتزا، البصل. اهم حاجه كل حاجه متقطعه رفيع وشويه فلفل. خلوا بالكم انتوا كل ما بتزودوا الخضار اللي موجود على البيتزا كل ما بنخلي البيتزا بتاعتي مشبعه ومغذيه اكتر واكتر. لكم بقى العدس، اهم حاجه فيه كده اعرفوه ان هو مصدر هايل للبروتينات كبروتين نباتي. يعني ايه؟ يعني انا لما اكل العدس
والحمص والبقول دي كلها، ايه اللي بيحصل؟ باكل اتنين في واحد، هو نشويات لكن كمان هو فيه نسبة بروتين، وعلى فكرة غني بفيتامينات ومعادن كتير جدا. هاخد بقى باقي الجبنة واحطها. طب ليه؟ لان دي مش عجينة بيتزا عادية، فحلو ان انا اخلي الجبنة هي اللي تمسك الطبقات في بعض اهو، عشان ايه؟ بقى نعمل اللي انتوا عايزينه. ايه ممكن نعمل؟ ايه شوية بصل كده اهو، وشوية فلفل، وشوية سجق. تعالوا بس ايه، عشان دي لحمة. وبعدين ممكن لو عايزين تزودوا عليها شوية زيتون تقدروا. على فكرة انتوا ممكن تعملوا بالعجينة دي حاجات كثيرة جدا، يعني ممكن تسووها مينيس كده صغيرة، وعايزين تحولوها لقاعدة للفطاير مثلا حلوة تقدروا، ليه لأ؟ حطوا عليها شوية شوكولاتة فرد من اللي عملناها الصحية قبل كده، جربوا. طيب كده، وبعدين ايه؟ شوية موتزاريلا على الوش اهو، صلصة، وهنحط الجبنة هنا على الطاسة وهتسيح وهتبقى ظريفة جدا. اهو تعالوا بقى نعمل ايه بحاجات مختلفة. أنا معايا هنا جمبري، على فكرة بيتزا اللي بالجمبري دي بتبقى لذيذة جدا. بصوا حط لي ايه، جمبريتين كده. ونعمل واحدة بالتونة، ونعمل واحدة بس بالزيتون، ونعمل واحدة بالبصل. على فكرة اللي بالبصل دي من أظرف أنواع البيتزا اللي ممكن تاكلوها، هي بس بتبقى بصل كده وموتزاريلا. طيب تعالوا نعمل بقى ايه، ناخد ايه، الموتزاريلا اللي معانا.